اهلا وسهلا ومرحبا. اليوم غنعملوا واحد استراحه في ديك الملف ديالنا ديال الحقائق المزعجه وغنتكلموا على واحد جوج او ثلاثه ديال الملفات مهمين. انا ما كنتش باغي ندخل راسي في هذا الشيء، ولكن دائما هذا الشيء كيوقع، دائما كيجيو شي وحدين كيدلصقوني في هذا الملف. انا كنعمل التدوينه، كنعمل تويت، كنخرجو، كنولي المخابرات المغربيه شدوا لي ديك التويت ديالي وشدوا ديك التدوينه ديالي ودخلوني في شي ملفات ما كنبغيش انا قلتكم ندخل فيها. ولا انا عندي حاجه اخرى، انا ماشي غير حاضي انا هذا الشيء اللي كيتقال هنا واللي كيعمل هنا واللي هذا، ولكن كيعطوني واحد الفرصه وانا كنشكرهم باش نتكلم على واحد جوج ثلاثه الملفات بحال قلتكم مهمه. دابا دابا هما اخبار اليوم، حنا كنتكلموا على هاد جوج او ثلاثه ديال الملفات، هما جوج ولكن انا غنزيدكم واحد ثالث. اليوم غنتكلموا على زكريا مومني. ما انتم ما عرفتوش شكون هو زكريا مومني، ما حتاش نعاود لكم القصه ديالو بالتفاصيل. واش زكريا مومني نصاب بحال اللي كيقولوا شي وحدين؟ واش زكريا مومني ما تعذبش؟ ما عذبوهش المخابرات المغربيه. هو كيتهم الحموشي، كيتهم الكاتب الخاص ديال الملك محمد منير المجيدي. واش زكريا مومني تعذب ولا ما تعذبش؟ هذا هو السؤال. اللي شفت واحد الفيديو اللي خرج، ديك الفيديو الشهير ديال زكريا مومني، شفت واحد السيد وعقلته هو في ديك الفيديو مع زكريا مومني مع الزوجه نتاعو، هو السي عبد الحميد شنوي، كيعيطوا له حامد شنوي، شنوي ولا شنوي. هو دابا عامل ديال صاحب الجلاله في خيبكا، وكان قبل كان هو المدير العام ديال الاستعلامات العامه اللي كنسميو حنا بالفرنسويه لي ارجي لي رونسينيمون جينيرو، هما ديك المخابرات الصغيره في المغرب. سي شنوي كان ولي الامن فين؟ في تطوان. دونك انا ملي شفتو عقلتو، ملي شفت ديك الشيء اللي وقع له مع زكريا مومني عقلتو، مشيت تقلبت في ديك لي زاجندا ديالي وديك لي زانوتاسيون ديالي وديك الكتابات ديالي اللي كنت كنعمل في ديك الوقت ولقيتو. والملف اخر هو ديال الشهيرة دابا اللي ولات دابا هي العدوة الأولى في المغرب، وهي السيدة دنيا الفيلالي والزوج ديالها عدنان. واش دنيا الفيلالي حتى هي عاود نصابة؟ أنا كنشوف ديما هاد الناس اللي عندهم المشاكل مع النظام ديما كيوليو نصابة ولا مغتصبين ولا ديما كيلقاو لهم شي حاجة كيجيبوها كيحطوها تسمى. انا كيبان لي من ديك الصحافيين القلال اللي عارفين شكون هو زكريا مومني، باسكو انا تبعتهم 2010 اللي بدا المشكل ديالو، هو انا وشي وحدين اخرين بالحق. انا تبعت الدوسي ديال زكريا مومني من 2010، الدوسي ديالها ديال مونيا الفيلالي انا كنعرفو، وديال الزوج ديالها عدنان الفيلالي كنعرفو. علاش؟ باسكو ملي بدا هاد المشكله ديالها مع النظام المغربي، مع النظام المغربي مع المخابرات المغربيه، انا تبعت، بديت كنتبع ديك الفيديوهات ديالها. انا ما كنشوفش كل شيء، كنشوف الحاجه اللي كتهمني. انا زكريا مومني ودنيا الفيلالي ما كنعتبرهمش اصدقاء، هما انا عندي عليا انا كنعتبرهم المواضيع وهادو كيعرفوهم الصحفيين المهنيين، المواضيع اللي كنخدموا فيهم هما دائما ماشي غير هما، كلشي ديما كيبغيو يخبعوا عليك شي حاجه. هما كيشوفوا المصالح ديالهم، هو كيقول لك لا حنا غادي نشوفوا مع هاد السيد هذا الصحفي غادي يكتب علينا بحق، ما غاديش نقولوا له كلشي. لا كيشوفوا كيحدوا على المصالح ديالهم. وكان عندي واحد الخدمه اخرى، هي كنمشي كنشوف من جهه اخرى شكون هو زكريا مومني، شكون هي الدنيا الفيلالي، واش هادشي اللي كيقولوا عليهم صحيح ولا ماشي صحيح. هذه هي الخدمه ديال الصحافه، ماشي كيجيو كيعطوني كيقولوا لي لا كتب هادشي اللي كاين. لا انا كنعمل واحد الخدمه اللي هي مهمه،
اما هما المواضيع كاملين 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 قول لكم انا بكل صراحه ديما كيبغيو يتلعبوا بك، ماشي كيبغيو تلعبوا بك، كيبغيو يخبعوا لك شي حوايج، ما كيبغيوش يقول لك كل شيء، كيشوفوا المصالح ديالهم، كيبغيو يبينوا راسهم هما زوينين هما عظيمين هما هما كل شيء، ولا انت باش يعاود انت باش يغندي، فهمتي غندير اللي ما عندك ما تقول عليه، لا عندك بزاف الحوايج ما تقول على غندير لك، ماشي ماشي ديك الحاجه الخايبه، فهمتي ايوا هادي باش كنقول لكم باننا كنعملوا واحد الخدمه اللي ما كنتيقش انا بالمواضيع ديالي، عمري ما كنتيق انا بشي موضوع، عمري اللي كنهضر مع شي واحد كيقول لي هو اللي بغى كيعطيني ديك الوثائق ولا عنده ديك الحجاج اللي بغى، وانا كنعمل واحد الخدمه اخرى، هادشي كنقول لكم باش تعلموا نتوما الفرق بين حنا الصحفيين المهنيين اللي ما عندنا حنا حتى شي ربح في هذا الشيء، هذا ما عندنا حتى شي ربح، او كونترير حنا النهار اللي كنكتبوا على زكريا مؤمني ولا كنكتبوا على دنيا الفيله اللي كيجمعوا علينا وكيوخطونا حتى في شي حوايج، وهذه مهمه بزاف، علاش دابا كاين واحد الملف اللي ما كنتش انا غادي نتكلم عليه ودابا غنتكلم عليه، هي معاهده الساميه، علاش دابا عملوا واحد دوسي ضد دنيا الفيلالي والزوج نتاعها عدن الفيلالي باش ما يعطيهمش اللجوء السياسي في 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 فرنسا، وكاين واحد كاين واحد القضيه حساسه في فرنسا هي معاهده الساميه، شو ما عندهم واحد التاريخ ديالهم شي زوين هو احنا غادي نتكلموا عليه دابا واحد شويه، دونك قالوا هاد عدن الفيلالي والزوجة نتاعو ها اللي قالوا على اليهود هذا هذا هذا، ويقولوا اللي بغاو ودخلوني حتى انا في هادشي كي دخلوني في هادشي زعما غادي يجيو يخلعوني انا غادي يخلعوني بديك الشيء ها المربط المعاهدة السامية ها مزيان انت غتشوف واش المربط شنو هو المعاهدة السامية وشكون هو المعاهدة السامية في المغرب، فهمتي حنا غنتكلموا على هاد الملف هذا، دونك بغيت نقول واحد القضية باش ما نمشوش بعيد باش ما نتعطلوش، ديك الناس اللي كيتسيقوا في برلمان والدار و 360 وديك هيسبريس وديك المواقع الصفراء اللي كتعرفوها نتوما كاملين، ولا نتوما كتثقوا بهم نتوما كتثقوا بهم احبس ما تبانيش حبس علاش انا كنقول لكم واحد الحاجه مهمه، ولا كتثقوا نتوما ببرلمان بالدار بهيسبريس ديك 360 احبس اخويا ما تشوف ليش الفيديو ديالي، ما غاديش تثق بيا، ولا انت كتثق بهادو اللي ما كيجيبوكم حتى شي حجه، كيجيبو غير الكذوب، كيعملوا غير ديك المانيبيولاسيون، يا خويا الله يهنيك، انا كنقول لكم هاد الناس هادو اللي كتثقوا نتوما بهاد الدار وهاد البرلمان وهاد 360 وهاد هيسبريس ودابا زيد عليها حتى ديك العمق، ولا نتوما كتثقوا بهم غدا بعدو يمونطيو عاود عليكم شي دوسي ويتلعبوا بكم، وما تجيوش ديك الساعه تبكيو ديك الساعه ما تجيوش تقولوا لا 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 هادشي اللي كيقولوا هاد الناس هذا كذوب، ولا كيقولوا هاد الناس دابا الحقيقه هو كيقولوا الحقيقه دائما، ولا كيكذبوا دائما. دابا غنبداو بزكريا مؤمني، يعني كيبان ليا زكريا مؤمني عنده واحد عندو كده اللي شي 70,000 ديال المتتبعين ياك في يوتيوب، ماشي في الحاجه فيا باش نجي ندافع عليه، عندو 70,000 انا عندي غير شي 24,000 ولا شي 25,000، عندو هو ثلاثه المرات داكشي اللي عندي انا، حقا الدوسي ديال زكريا مؤمني كنعرفو مزيان، هادي 11 سنه وانا متبع قضيه ديال زكريا مؤمني ماشي من البارح ماشي من هذه 4 سنين، لا 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 ملي بدا المشكل ديال زكريا مؤمني في 2010، القضية ديال زكريا مؤمني سهلة ماشي صعيبة، زكريا مؤمني كان شامبيون ديال العالم ديال البوكس تاي، وكان في ديك الوقت كدا اللي باقي حتى دابا، الحسن تاني كان قرر في ديك الوقت المغاربة اللي ربحوا في شي شامبيون دولي عندهم الحق يكون عندهم شي منصب ديال المستشار في وزارة الشباب والرياضة، زكريا مؤمني جا قال انا زعما من حقي يكون عندي هذا المنصب، زكريا مؤمني مشى لتحت السرجم ديال واحد القصر ديال القصر الملكي بيت
في مدينة بيتس ديال الملك في فرنسا وطلب هذا الحق. طلب الحق قال لهم انا بغيت حقي علاش ما عطيتهمش حقي وكنا في دولة بحال كيقول لك هذاك بلاد الحق والقانون هادشي وقع في فرنسا. عيطوا للبوليس ولا عيطوا اللي بغيتوا قالوا له هذا السيد هذا كيجي كيضايق عليا انا كنجي كندوز انا الملك المغرب جي كندوز انا عطله هنا في بيت وهذا السيد جا كيغوت عليا انا ما فهمتش البوليس وانا كي غادي كانت واحد الحراسه باش غادي ديال المغرب الحراسه ديال فرنسا يمشي يعيطوا له يديو الكوميساريا ولا اللي كان حنا ماشي عايشين واحد بلاد الحق والقانون بحال كيقول ديك البوليسي هذا. شوف دابا البوليس ولاو دابا كيقولوا لنا المغرب بلاد الحق والقانون. شوف فين وصلنا دابا. بعدا كانوا بعدا غيسكتوا بوليس غيسكتوا ما يقولوش دابا كيقول لك بلاد الحق والقانون المغرب بلاد الحق والقانون. لا هذا السيد هذا دخل وحنا دخل المغرب هما قبطوا عليه في الحدود شدوه وغبروه. هو علم العائلة ديالو قال لهم أنا هنا في هذا المطار وغبر تبع معايا مزيان في 2010 مع محمد السادس كملك البلاد ياك ملي مشات الزوجة ديالو فرنسا والعائلة ديالو بداو كيسولوا البوليس ديال المغرب البوليس ديال الحدود قالوا لهم حنا ما عرفناش بوليس الحدود المغربية قال لك هما ما عارفينش فين هو زكريا مؤمني. واش نوقع السيد مزوج مع واحد فرنسية شنو عملت الزوجة ديالو مشات شافت الفرنسيس اش هو جا من فرنسا واحد المطار فرنسي وسولتهم قالت لهم البوليس المغرب كيقول لك زكريا مؤمني مع عمرو جا المغرب تبع معايا. الفرنسيس قال لا احنا عندنا هنا الحجه كتقول هذا السيد زكريا مؤمني شد الطياره نهار فلان فلاني وكان في ديك الطياره وعملوا بيان. قال لك لا احنا ما عندنا حتى شي علاقه مع هذا الشيء هذا الوغ كو البوليس المغرب البوليس ديال هاد البلاد الحق والقانون اللي كيقول لي ديك البوليسي ديك البوليسي عرفتوه انتم شكون هو كيقول لك لا المغرب بلاد الحق كتقول بوليس المغرب كيقول زكريا مؤمني ما عمرو وصل المغرب مع مبوج المغرب وسما فين دخل واحد المحامي اللي كيبان لي محترم ما كاينش شي واحد يجي يقدر يقول لي النقيب عبد الرحيم الجمعي باش يا راجل محترم مشى كيقلب على السيد. السيد دوز 4 ايام وثلاثه ديال الليالي في ديك المحفر ديال التمامه هما كيقولوا حنا ما عارفينش حنا فين هو زكريا مؤمني وكانوا غادي يغبروه علاش على السيد مشى كيطلب واحد الحق ديالو فرنسا ماشي في المغرب او لا كان في المغرب غادي غتعمل له واحد الموتيف وغتعمل له هذا وقلتي لا 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 فرنسا. السيد مشى كيغوت قدام القصر الملكي ديال بيتس فرنسا ياك وهاد الناس شدوه في المغرب اشوف دونك ملي شافو هما الاستاذ عبد الرحيم الجمعي دخل في هذا الملف كيقلب على السيد زكريا مؤمني وخصهم يلقاو شي حل. اما هما كانوا غادي يغبروه كانوا غادي يقتلوه. انا كنقول لكم البوليس ديال الحدود المغرب قال لك هذا زكريا مؤمني ما عمرو وصل للمغرب. اسما فين عيط لي واحد السيد قال لي الله يخليك تبع هذا الملف اسما فين دخلت انا باش شنو وقع حنا عايشين في بلاد الحق والقانون كيفاش غادي يخبروا على السيد كيفاش البوليس ديال الحدود غادي يجيو يقولوا هذا السيد هذا المواطن المغربي ما عمرو دخل المغرب شنو كانوا كيوجدوا لهذا السيد شنو. انا كنسال حتى فرنسا قالت لهم لا 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 هذا السيد هذا خرج وصل المغرب. السيد دوز قلت لكم انا 4 ايام وثلاثة ديال الليالي في ديك الحبس السري اللي عندهم في التمامة والسيد كيعذبوه وهما ملي شافوا الأستاذ الجامعي كيقلب على زكريا مؤمني ملي شافوا الزوجة نتاعو فرنسا كتقول اللهم هذا منكر فين هو زكريا مؤمني
وخصهم يلقاو شي حل، ما خصهم يقولوا شي حاجه. شنو انا كنقول لكم، السيد 4 ايام وثلاثه ديال الليالي والسيد مغبر مشى. هذه انا تبعتها هذه القضيه، تبعتها. فين هو زكريا موني؟ هما خصهم يلقاو شي حل. شنو هو الحل؟ الحل هو هذا السيد هذا غادي نلصقوا له واحد التهمه ما عندها حتى شي علاقه بديك الشيء ديال بيتس، ديال القصر الملكي في بيتس فرنسا. هما شنو عملوا؟ جا البوليس المغربي، البوليس ديال بلاد الحق والقانون، قال لك حنا خصنا نلقاو شي حل. الحل شنو هما؟ مشاو قال لك جابوا واحد جوج الناس، تبعوا معايا جوج الناس. ها هو جوج الناس هادو، زكريا المؤمني نصب عليهم. واخا ممكن اوكي يكون زكريا المؤمني نصب عليهم، ولكن نهار اللي داو زكريا المؤمني باش يحكموه، الابواب ديال القاعه اللي حاكمين فيها مخلوقه، كنسميو هذا ويكلو. علاش المحكمه غادي تقرر تغلق واحد الابواب ديال واحد القاعه كيتحكم فيها واحد السيد اللي كتقولوا نتوما نصاب؟ القضاء اللي حكم على زكريا مومني ما كانش عنده التوني ديالو، ما كانش عنده ديك الشيء ديال ديك القفطان اللي كيعملوا ديك الخضار ولا ما كيفاش عامل، ما كانش. السيد داوه عند واحد القاضي مينوطي، وحنا كنعرفوا اللي كتوصل له، بغيت القاضي خصهم يحيدوا لك ديك المينوط ولا لا؟ السيد مينوطي. وحاجه اخرى ديال هاد بلاد الحق والقانون، هاد السي زكريا المؤمني ما كانش معاه محامي، ما كانش عنده محامي. اشنو هي المعنى؟ هاد السيد هذا نصاب، وفين هاد الناس هادو المشتكين هادو؟ فين هما؟ الاستاذ عبد الرحيم الجامعي كتب الزوجه ديال زكريا المؤمني، قال لنا من نهار اللي مشيت شفت الزوج نتاعك لقيت اثار ديال التعذيب. هادشي مكتوب. قال لك اكثر، قال لا المحضر اللي تصاوب، هادشي مكتوب. قال لا المحضر اللي تصاوب ضد الزوج تاعك مزور، ماشي مزور، فو. وحاجه اخرى، حاجه اخرى، قال لا حنا ما عرفناش فين هما المشتكين ما عرفناش منهم، مشينا قلبنا عليهم ما لقيناهمش. المشتكين ما لقيناهمش، ما عرفناش فين هما. العناوين اللي عطاو مزوره حتى هي. هادشي انت تقول لي زكريا المؤمني نصاب، فين نصاب؟ هادشي مكتوب. الاستاذ الجامعي كيقول المحضر مزيف، الاستاذ الجامعي كيقول هاد الناس هادو هاد المشتكين ما عرفناش فين هما. ملي داز في محكمة الاستئناف الاستاذ الجامعي قالها وعاودها، فين هما المشتكين؟ فين هما المشتكين اللي كيتسهموا زكريا المؤمني؟ ما كاينينش. انا كمواطن مغربي هاللي كنشوف هادشي، هاللي كنشوف كيفاش صاوبوا الدوسي ديال توفيق بوعشرين، كيفاش مونطاو الدوسي ديال سليمان الغيثوني، كيفاش مونطاو الدوسي ديال سميتو ديال عمر غادي، كيفاش مونطاو الدواسه ديال الناس ديال الحراك ديال الغيف. انا هادشي كيخلع. فين هما المشتكين؟ فين هما؟ انا عندي السميات ديالهم، هما بجوج بهم، واحد سميتو دريس السعدي والاخر سميتو مصطفى واشكات. الناس ديال هاد بلاد الحق والقانون، فين هو دريس السعدي وفين هو مصطفى واشكات؟ فين هما الناس ديال هادو اللي كيدخلوا علينا بديك بلاد الحق والقانون؟ فين هو دريس السعدي؟ فين هو مصطفى واشكات؟ علاش ما بعثتوش ديك الصحافه ديالكم تصوروهم ما باش يقولوا لا زكريا المؤمني نصب علينا؟ فين هما؟ هادشي في 2010 كان باقي ما عندكم ديك لا تكنيك اللي كنمشيو كتجيبوا الناس وكتعملوا لهم الفخدي هنا، ولا كتهموهم، ولا كتقول لهم غنعملوا لكم، اجيو شهدوا ضد هاد السيد ولا هذا ولا هاد الصحافي ولا هاد الناس ديال الحراك ديال الغيف.
انا بعدا شخصيا ما يجيش شي واحد يبقى يدق عليا بديك حسب الفصل رقم فلان فلاني، انا في 2018 السيد اللي دابا الرئيس الاول ديال محكمه النقد في المغرب سي محمد عبد النبوي قال واحد استجواب دوزو في مجله لوبسيرفاتور ديال احنا عرفناها ديال احمد الشرعي ديال لاتجيد، قال فيها انتهى عهد المكالمات الهاتفيه. في 2018 في المغرب الرئيس الحالي دابا الرئيس الاول الحالي ديال محكمه النقد في المغرب السي محمد عبد النبوي كيقول انتهى العهد ديال المكالمات الهاتفيه. كيعيطوا الناس كيعيطوا القضاء كيقول الحكم على هذا عام صوب هذا 3 سنين هذا، هادشي اللي قال السي عبد النبوي. وهي السي عبد النبوي انا اللي حكموا عليا في 2003 كانت ديك المكالمات الهاتفيه، ها اللي حكموا عليا في 2005 كانت ديك المحاكمات الهاتفيه، وهادشي كان قبل 2018. انت قلتي هادشي تقاضى في 2018 وهي ديك المحاكمات اللي كانت ضد دومان لو جورنال الصحيفه ضدي انا ضد ابو بكر جمعي وضد الباقي ديال الزملاء، وهي كانت مكالمات هاتفيه. وهادشي قالها الرئيس الاول الحالي دابا ديال محكمه النقد رد الحق القانون. وانا قلت لكم ديك المره هذاك علاه ما كتفلوتم اش كتضحكوا علينا شنو ما هو شوف ولا نتوما كتعتبروا الناس اخرين حواله سوقكم، ولكن انا ماشي حولي انا كنخمم انا كنشوف انا كنشوف لوبسيرفاتور دي ماروك هو السيد عبد النبوي كيقول لك انتهى عهد المكالمات الهاتفيه شنو هي. ايه انا عارف تقولوا لي الفيديو اللي شفنا دابا احنا غنوصلوا دابا احنا جايين الصبر. ملي خرج زكريا مؤمني من الحبس جا عنده واحد السيد سميتو عادل بلقايد تاخر معاه كيقول له شوف خصك تتفاهم مع النظام سكتو. هاد عادل بلقايد السميه ديالو حتى هي خرجت في ديك الوثائق السريه ديال كريس كورنيوا، واللي مهم بزاف هو عادل بلقايد ما كيقولش ديك الوثائق السريه ديال كريس كورليمان اللي فيه هو عرفتي التاريخ ديالو بزاف معاود ما كيقولش مزور. عادل بلقايد دابا خرج كيعمل واحد الاستجواب كيتكلم مع واحد الموقع عنده علاقه مع النظام المغربي كيتعاطف مع النظام المغربي مزيان ما عندي انا ما نقول له حتى في هذا الشيء هذا. كيقول ديك الوثائق اللي خرجوا في كريس كوليمان ماشي مزوره، تقول لك لا هذا الشيء صح انا كنبغي البلاد ديالي بغيت نعاون البلاد ديالي. المهم دونك ديك الوثائق ماشي مزوره سي عادل بلقايد ياك هاد عادل بلقايد كيقول هاد الوثائق هادو وكيقول هاد المكالمات ديالي وهاد الرسالات ديالي بيني وبين هاد الناس شكون هما هذيك لاتجيد هما المخابرات المغربيه كيقول هادشي انا كنشرحو على انا الحب عندي واحد الحب للمغرب لا حما كيقولش مزور كيقول هاد الوثائق هادو هاد الرسائل ديالي بيني وبين مراد الغول هادشي فرنسا المخابرات الفرنساويه هي اللي دخلت ليا في التليفون. لا ماشي دخلت لك في التليفون، المخابرات الفرنسيه دخلت في ديك لي سيت ديال لاتجيد ودات لهم ديكشي كلشي. هو كيخوض ديكشي اللي قلت انا وهي صحيح ديك كريس كوليمان هذاك ماشي شي هاكا ولا شي حاجه، هادي دوله هادي مخابرات جاو باش يعاقبوا لاتجيد. علاش لو 360 خرج السميه ديال واحد السيده في السفاره واحد الدبلوماسيه فرنسيه في السفاره ديال فرنسا في الرباط وعطى السميه ديالها، وهذا المخابرات كيعتبروا هذا خطا كبير. هما نزلوا على لاتجيد فضحوا لاتجيد جابوا هاد السيد سموه كريس كوليمان وطلقوه على لاتجيد. دونك هاد عادل بلقايد كيعترف بان الوثائق ديال كريس كوليمان حقيقيه باش يمزوها. دونك هادي عادل بلقايد كيتكلم مع زكريا مؤمني
يقدر يقول لك لا زكريا مؤمن صاع ولا شفار ولا صغار، ولكن لي زوديو هما كاينين هنايا. وعادل بلقى يدعى زكريا مؤمن جوج المرات وخسر جوج المرات فرنسا ماشي في المغرب، وكان دعا هو في المغرب كان غادي يربح سيتي، ما كاين مشكل. حق فرنسا اللي هي بلاد الحق والقانون الصح، عادل بلقايد خسر في جوج المحاكمات اللي عملها زكريا المؤمن. دونك عاد عادل بلقايد كاين لي زوديو كنصنتو له كيهضر مع زكريا المؤمن كيقول له خصك طلب شوف سي زكريا المؤمن، طلب طلب الملايين الملك، هادشي اللي عملوا معاك ماشي مزيان وتعدوا عليك، ودابا طلب وطويل الملف. جوج المليون، ثلاثة المليون، أربعة المليون، خمسة المليون الأورو، غاتطلب الملك أنا الملك عاوني حتى أنا أطلب غادي يعاونك باش تعمل واحد الصال ديال لي سبور. Non, non, mais moi je vais t'expliquer juste un truc. Non, ouais, laisse-moi t'expliquer par rapport. Il fait pour développer ton club comme il a fait pour le mien il y a très très longtemps, en 2004. Il a contribué pour que je fasse un club. Quand j'ai arrêté les... quand j'ai fait mes JO et les dernières Olympiades, j'ai demandé, il m'a aidé pour construire mon club. J'avais une partie le crédit, j'avais une partie perso et il m'a donné un chèque. Donc moi je t'ai dit, demande quelque chose. Tu peux faire un club à 2 millions d'euros à jeu, parce que déjà moi, j'ai fait des consultations pour avoir un club. Et je sais qu'est-ce que ça coûte un club en France, je sais qu'est-ce que ça coûte un club au Maroc. Mais moi, Adil, le problème dans tout ça, c'est moi, j'ai demandé la justice d'abord. Tu vois ? انا ما عمري شفت انا شي واحد شي نصاب، ما عمري في حياتي شفت انا شي نصاب كيعيط له واحد السيد كيقول له شوف غادي يعطيوك طلب 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 الملك غادي يعطيك واحد جوج المليون، ثلاثه المليون، اربعه المليون، خمسه المليون الاورو. ما عمري شفت انا في حياتي واحد نصاب هكا، وما عمري انا في حياتي شفت واحد نصاب كيعيط له وزير الداخليه ديال المغرب محمد العنصر يقول له اجي خصك تجي عندنا نتكلموا معايا وهذا وغادي ونحلوا هذا المشكل. ما عمري في حياتي شفت واحد النصاب كيعيط له الشاف ديال الاستعلامات العامه لي ار جي سي حميد السنوري. هاد السيد هذا نصاب، هاد السيد هذا كيعمل ابتزاز. عادل بلقايد وزير الداخليه الشاف ديال الاي جي كيعيط لواحد النصاب كيف وصحوا المغاربه. ودابا انا كيبان لي النصاب هاد المغرب غادي يعجبو بالحال، غادي يقول لك دابا حنا غادي نمشيو نصبوا على عباد الله باش يعيط لينا الوزير الداخليه ولا المدير ديال الاستعلامات العامه. وكين كثر جواد بالحاج، جواد بالحاج اللي كان المدير ديال الشريفات الملكيه والاوسمه، جواد بالحاج كيتكلم مع زكريا المؤمني كيقول له جلاله الملك قال لي ها اللي خصنا معاك خصنا نلقاو شي حل نتكلموا. هادشي كذوب، هادشي انا اللي كنقول لكم هادشي كذوب. هو تسنتو ها هو السي محمد العنصر وزير الداخليه وحميد السنوري مدير العام ديال الاستعلامات العامة.
جاود بالحاج، جاود بالحاج ودير التشريفات الملكية والأوسمة. أنتم على اتصال بوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، نرجو منكم الانتظار لحظة. ألو ألو وي بونجور. Bonjour monsieur le Hage. Ça va, vous allez bien? Ça va. Allah yebarik. Merci, merci. J'ai reçu ta lettre, elle a été envoyée. C'est bon, elle a été envoyée à Sa Majesté? Oui, oui. Ouais, d'accord, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup, monsieur Blhaj, merci beaucoup. Je vous en prie. Vraiment, bah, je tenais à vous remercier parce que vraiment, vous êtes la seule personne que je trouve sérieux et sincère, vraiment. Et je tiens à vous le dire, bah, je vous remercie, monsieur Blhaj. Merci beaucoup, mais moi je fais par fidélité mon boulot à Sa Majesté. اسمحوا لي انا ما عمري شفتني في حياتي كامله واحد نصاب حسيت كامل الابتزاز ما كيعيط له وزير الداخليه الباترون ديال الار جي وحسيت مقدم من الملك مدير التشريفات الملكيه والاوسمه ولاد السيد هذا نصاب ولا شنو وقع في البلاد؟ وليتو ما سمعتو محمد العنصار وشنوي شنو كيقولوا زكريا مؤمني في ديك لي زوديو اللي سمعت لكم دابا كيقولوا خصك تجي المغرب خصك تدخل المغرب اجي السيد زكريا محمد العصار وديك الشنوي دخل 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 المغرب كيقولوا له كيعاودوا له اجي تحل المشكل ديالك كتعيطوا انتم من واحد الصاب باش يدخل المغرب وفين داو هذا النصاب هذا ملي دخل المغرب هذا زكريا مني قبل ما يدخل المغرب مشى شاف السلطه الفرنسيه قال لهم انا غندخل دابا المغرب مع الزوج نتاعي غادي نمشي نشوف التفاهم مع هاد الناس انا كنعاود لكم في ديك الوقت زكريا مؤمني ما كانش مناضل كان السيد عذبوه تكلفصوا عليه باغي يعطي واحد تعويض 18 شهر ديال الحبس اربع ايام ديال التعذيب ديال التجليد هما كيجلدوا السيد هما كيصلخوا عباد الله في تماعه هذا اللي كتقولوا نتوما نصب عرضته الدوله المغربيه وزير الداخليه مدير العام ديال الاستعلامات العامه سي حميد الشنوي دخلوا المغرب خلصوا له البيه ديال الطياره وفين داوه داوه النوطي الحسن في الرباط ودير من هذا النوطي الحسن ديال محمد السادس ولكن هذا الشيء ما علاش عرضوه علاش داوه النوطي باسكو هذا السيد ملي بدات القضيه هذا زكريا مؤمني ملي بدات القضيه ما كيقولش لا ما تعوضوا ليش ديك الشيء اللي تكلفتوا عليا لا لا كيقول لهم لا لا خلا لا خصكم تعوضوا لي هذا الشيء اللي عملتوا لي ولكن الناس اللي عذبوني خصهم يتحاكموا هما كيقولوا لا جي جي لا كيقول لهم هذا الشيء هذا الشيء كاين في لي زوديو لا كيقول لهم لا عوضوا لي ماديا عوضوا لي ماديا هذا الشيء اللي عملتوا لي الحق
ديك الناس اللي عذبوني انا. هاد الناس هادو اللي كنتهموا بجوج بهم خصهم يتحاكموا. وشكون هما هاد الناس؟ او كان شي موظف صغير ولا كان شي واحد صغير؟ لا لا كانوا حكموهم. ولكن انت كتقول لنا السي زكريا ملي كتقول لنا حنا غنحاكموا الكاتب الخاص ديال جلاله الملك محمد مولي المالي، انت السي زكريا ملي كتقول لنا خصنا نحاكموا حنا المدير العام ديال الدي اس دي ديال المخابرات عبد اللطيف الحموشي؟ شوف حنا نعطيوك واحد البركة. واش من بركة بين جوج وخمسة المليون ديال الأورو؟ ولكن صافي سكوت صافي أطول الملف. وهادشي اللي كنشوفو حنا، داكشي اللي كيقولو حامد شنوي في ديك لي زوديو في ديك التسجيلات اللي كيبانو. هادو جابو السيد باش يفيلميوه باش يصوروه باش يسجلوه. Profitez de l'occasion et venez. Ouais. Parce que profitez de l'occasion et venez. Ouais. Et voilà, on laisse tout ce qui s'est passé à part. Ouais. Et vous faites le déplacement. Et on est là pour ça parce que il faut pas douter, il faut pas trop douter. Zakari, ملي كيقول لهم لا ما كنقولش لا الفلوس. كاش كيقول لا الفلوس. ولكن انا خصني العدالة. انا خصني سيدي العدالة، خصني هاد الناس هادو خصهم يتحكموا. مجيدي هو مول الفلوس ديال الملك، هو اللي كيشمشم تما. انت الشاف ديال المخابرات اللي كيشمشم على المغاربة كاملين الحموشي؟ لا سي با بوسيبل، ماقدرش يكون. على هادشي اللي جابوه هما الاوتيل هو والسجن تاعو، الضيافة المغربية، الضيافة المغربية، كتصور السيد مع السجن تاعو. باش يغير ديك الفيديو ولا حنا غنوصلو لديك الفيديو الاخر. نتوما كتعرضو واحد السيد ضيافة المغاربة معروف عالميا قالك بالضيافة وكتصوروه مع الزوجة نتاعو. وهادوك دابا اللي كيطبلو دابا على ديك الفيديو غدا بعدو غادي يصوروكم حتى نتوما، غادي يصوروك مع الزوجة نتاعك ولا مع بنتك ولا مع ولدك ولا مع شي واحد اخر، وغادي يخرجوها في شي موقع صفار. هاديك الساعات غتعرف شنو هي الضيافة البوليسية. ودوك نهار اللي وصل زكريا من الاوتيل بعثوا له حامد الشنوي. حامد الشنوي كيجي كيشوف واحد النصاب. اين السي حامد؟ كيفاش انت كنتمشي كتشوف واحد النصاب؟ وهي نتوما اعترفتوا بان هاد السيد هذا اللي عذبتو 4 ايام نتوما كتعذبوا فيه ودخلتوه 18 شهر ديال الحبس، هي نتوما تعديتوا عليه، هي نتوما تكرفتوا عليه. هادشي باش كيجينا الشاف ديال الار جي باش يتناقش مع زكريا مومني، هي نتوما اعترفتوا بان نتوما خطيتوا مع هاد السيد هذا. دابا غادي نمشيو لديك الفيديو، ديك الفيديو الشهير اللي كنشوفو زكريا مومني ياك كيشد الفلوس ديك 10000 ديال الاورو ياك. اولا علاش كتسجلوا نتوما هاد السيد هذا؟ علاش كتسجلوه هاد السيد هذا؟ هي نتوما كتوجدوا له شي حاجه، ولا نتوما كنتو حسن نيه مشيتو باش تفهموا معاه باش تطويو هذا الملف ياك؟ ما كانش خصكم تسجلوه. علاش نتوما كتسجلوا زكريا مومني؟ علاش نتوما فيلميتوه؟ باش كنتو ما عارفين زكريا مومني كيقول لكم انا ما كنقولش الا الفلوس، انا خصني العداله. انا قلت لكم انا الدوسي هذا تبعته من الاول، وانا كنعيط لزكريا مومني وسولني قال لي شوف انا غادي نمشي للمغرب، هو عيط المسؤولين الفرنسيين قال لهم انا غادي نمشي للمغرب، وكان انا عيط لزكريا مومني قال لي انا غادي نمشي للمغرب وقال له ما تمشيش، هما كيوجدوا لك شي حاجه. شنو هي؟ ما نعرف. ها هما كيوجدوا لك شي حاجه وانت كتكلم مع الشاف ديال الار جي سي زكريا مومني. قال لك خصك تعمل، بغيتي تناقش مع شي واحد، بغيتي تعمل شي نيغوسياسيون مع شي واحد، خصك تمشي لواحد الاوتيل قدام الناس فرنسا ماشي في المغرب. هاد الناس هادو وجدوا البيت اللي عرضوا فيه زكريا مومني والزوج نتاعو باش يفيلميوه، دونك هما النيه ديالهم خايبه، كيوجدوا شي حاجه لهاد السيد هذا. ديك الفيديو ديال زكريا مومني كيشد الفلوس، وحنا نتكلموا كصحفيين مهنيين، نتكلم انا كصحفي اللي كنعرف انا الصحافه المغربيه، شكون اللي خرجاتو؟
شكون اللي خرجوا؟ العمق. واش العمق كيعمل تحقيق صحفي؟ واش الموقع العمق كيعمل تحقيق صحفي؟ واش الموقع العمق غادي يقدر يعمل ديك الفيديو اللي عمل على زكريا ممني؟ واش انا ما كنعرف العمق؟ واش انا ما كنقراش العمق؟ العمق غادي يجي يعمل ديك واحد لا سيري مصوبه مقده في ديك المحفر ديال الدي اس تي وغيدوزها غيقول لينا هذا تحقيق صحفي. على ما كتفلاو نتوما؟ انا كان كيعجبني نعاود هذه الكلمه هذه. على ما كتضحكوا نتوما؟ على ما كتضحكوا؟ انا بعد عرفت العمق ما فيه لا عمق لا ما فيه لا والو. نهار اللي كتب واحد المقال على محمد حاجب، انا خدمت الدوسي ديال محمد حاجب شهر وانا خدام فيه شهر، وانا عندي واحد الوثائق اللي حتى حاجب يدو ما عندوش عليه. هو انا قلت لكم انا ما كنتيقش بديك الموضوع ديالي، السيد اللي كنهضر معاه ما كنتيقش به، كنمشي نقلب على وثائق اخرين باش ما يجيش يبغي يدخ عليا شي واحد. لا لا انا قلت لكم هما المواضيع ديما كيبغيو يدخ، ديما ما كيبغيوش يعطيوك كل شيء، ما كيعطيوكش كل شيء. خصك انت تقلب، انت كصحفي مهني خصك تقلب، خصك تمشي تشوف. وانا قلت لكم ديك النهار خصك ديما، هذا واحد الخدمه كتشد ليا بزاف الوقت. انا ملي قريت العمق كيكتب على محمد عجيب ما عرف والو، الدوسي محمد عجيب كيكتب لي كيقول اخي اصلا ما عرفت صافي. وملي جات ديك الشيء ديال الفيديوهات ديال زكريا مومني صافي الله يجعل شي بركه صافي ما نديروش وقتنا. ما كاينش صحافه مستقله في المغرب، ما كاينش صحافه اللي غتجي غتعمل لك واحد التحقيق صحفي اللي كنعرفوه هما في واحد الملف حساس، ما كاينش لي سان اكزيست با في المغرب. دونك العمق جات وكتخرج لينا هاد الفيديوهات، ولكن انا كصحفي مهني نهار اللي كنشوف واحد الفيديو مقطع، انا مقطع هنا ومقطع هنا ومصوب هنا ومقطع هنا، ما كما كتبغيش تبينوا ليا كلشي. بعد النيه الخايبه، الضيافه المغربيه والله الا زعما تقلقت بزاف على ديك الشيء، سورتو على ديك السيده مسكينه ديك الفرنسيه اللي جات تاقت بكم وانتم كتصوروها في البيت ديال الاوتيل. حشومه عليكم والله الا حشومه، التقاليد المغربيه، الضيافه المغربيه، حشومه حشومه حشومه. داك الشيء اللي عملته زعما ما عنده سميه. 14 اكتوبر 2014 مع الخمسه وتولوت يعني، وبالرقم ديال التليفون هو هذا، رقم عبر الواتساب مصيفطينو رقم مغربي. وهنا تيقول لي يعني انت كتغوت وكتقول انك تعرضتي للتعذيب، ولكن من بعد ما اتضح لينا انك مريض يعني كتسوفر يعني تشوف يعني مريض، وخاص كيما كتيمواني يعني كيما كتشهد عليك هاد لا سيكونس فيديو الاولى في 57 وحده اخرى موجوده عندنا. دونك هنايا راك شفتو كيفاش انا متكي دايرني زعما متكي، وتما لابس البينوار والنص لتحت يعني عريان وشاد القضيب ديالي. دونك عقلوا شوفوا هاد الكاميرا هادي اللي فين مشدوده، وانا غنوريكم الفيديو ديال لا شومبر ديال هاد البلاصه كامله. والكاميرا كاينه في التلفازه، لان التلفازه جوست اون فاس والكاميرا كاينه في التلفازه، وانتم عقلوا على هاد لا شومبر وانا غنوريكم دابا التصويره. وهنايا هذا كما قلت لكم الميساج الثاني نهار 25 نوفمبر 2014 هما تيصيفطوا ليا الثانيه على 57. وهذا في هذا النهار لانهم صيفطوا لي النهار اللي كنت يعني راسلت، كنت خرجت واحد التصريحات صحفيين وروبورتاجات وتما وقع هادشي هذا. دونك هذه هي لا شومبر. دونك هنايا الغرفه، هنا فين كاين السرير النوم راهو كتشوفوه في المرايه، وهذا الجناح الاخر يعني فين كاين الصالون. دونك هنا كتشوفوا هذا هو الصالون، هنايا فين كنت كان يعني فين كنت كنيغوسي مع العنصر، وهنا فين كنت متكي، وهنا فين عطاوني التصويره، وها هو هنايا غادي تشوفوا يعني هذاك الكادر اللي الفوق، والتصويره جايه من التلفازه، الكاميرا كاينه في التلفازه، انا غادي نوضحها لكم. دونك هانتوما كتشوفوا ها هي هنايا، دونك لي اون فاس معايا التلفازه، دونك الكاميرا كاينه في التلفازه. دونك ها هي لا شومبر كامله، وها هو الفوتوي المعلوم. جبتو بعدا السيد كتصورهم هو والمراه ديالو، وثانيا فهمتي كتعمل واحد الفيديو، انا كيبان لي بواحد الفيديو مطول، انا كيبان لي ديك الفيديو كنخدم 24 ساعه، وبغيت كتقطعوه قطعوه هنا وقطعوه هنا، وكيقول لي تحقيق صحفي العمق كيجي كيقول لي تحقيق صحفي. هو قال لي ديك الفيديو لوريجينال على زكريا يمني، هاد القصه ديال 10000 اورو كتبها في الكتاب ديالو،
وهذا الكتاب ديالو خرج قبل. وانتم قريتوا الكتاب ديال زكريا مومني ولا لا؟ انا قريته الكتاب ديال زكريا مومني، انا مشيت وشريته وقريته. انا قلت لكم النهار اللي كتخرج شي حاجه جديده على واحد الموضوع ديالي كنمشي كنجيبو كنحطو في واحد الملف. وهاد القضيه ديال زكريا مومني على 10000 الاورو، قال لك هو شد ديك الفلوس 10000 الاورو ياك، هو شد ديك الفلوس 10000 الاورو وقال لك في الصباح خلاها تما وعلق بحالو. هادشي مكتوب في الكتاب ديالو قبل ما يخرج هادشي هذا. ايوا نتوما كتقولوا لا هادشي ما كاينش، وعطونا الفيديو ديال الصباح ملي خلاه هو ديك الفلوس، عطوني الفيديو. انا كنعرفكم كتبقاو تبعثوا لي شي دواصه على هذا وعلى هذا وعلى هذا باش كتبغوا تاثروا عليا. بعثوا لي الفيديو قطعوه قطعوه ديال زكريا مومني خرج ما خلاش الفلوس في في في, في الطبله ديال الاوتيل. عطوه لي عطوه لي انا والله حتى نخرجوا. انا هنا ندوزوا هنايا ندوزوا في هاد لاشين ديالي. وحاجه اخرى، زكريا مومني شد الفلوس 10000 اورو. الاخوان في ديك الوقت اللي كان زكريا مومني المغرب كان لا مونا ديال لا والو. انا قلت لكم السيد باغي تعويضات، باغي سيدي يعوضوه ديك 4 ايام ديال التعذيب و18 شهر ديال الحبس. لا لا شد 10000 اورو. انا كنمشي كنعمل واحد لو كونفيرونس في شي بلاصه ولا في شي بلاد اخرين كيخلصوني كيقولوا لي لا لا شوف شوف انت ضيعتي يومين ثلاث ايام اربع ايام، كيعطوني واحد التعويضات. ما كيعطونيش 10000 اورو، كيعطوني 500 اورو 600 اورو، كيخلصوا لي الاوتيل كيخلصوا لي السفر وكيعطوني واحد التعويضه وكيخلصوا لي كاع ديك لا كونفيرونس ويلي عطيتها. ولا كتكون شي مؤسسه مهمه كيعطيوك واحد المقدره عالي، كتكون واحد المؤسسه صغيره كتكون واحد المقدره صغيره ما عندهم شي. الله يعاون، انا بزاف د المرات كنمشي كنعمل واحد لاكونفيرونس ما كنطلبش الفلوس، بغاو يخلصوني مزيان بغاوش يخلصوني ما كاين مشكل. وانتم تقولوا لي واه علاش شحال كيعطيوك؟ كيعطوني 500 600 اورو. الحق الاخوت انا ما عذبونيش، انا ما عذبونيش اربع ايام، انا ما دخلونيش 18 شهر الحبس. انا والله الا كنت فاجئ المغاربه اللي زعما قاريين وعندهم واحد المخ كيقول لك شو 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 زكريا مومني شد الفلوس. كيف مومني شد الفلوس؟ هاد السيد هذا وساني وهو كيسني كيسني ساني الكاغيط ساني الكاغيط، هو شد 10000 الاورو. هاو ما شتيه شتيه كيسني. لا لا حسب 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 الفلوس. لا بيان سور السيد جا باش يعوضوا له القضيه ديالو، بس صافي باغي يطوي الملف. شحال اسيدي غتعطوني اللي عذبتوني؟ انا كنعرف الناس هنا وانتم كاملين عارفينها. واحد كيكون غادي في الزنقه كتكون واحد الحفره كيطيح كيدعي البلديه. وشنو كيدعي البلديه؟ باش يدخل البلديه الحبس؟ لا لا كيقول لا التعويضات، انا طحت انا غادي في الزنقه هذه مسؤوليه ديالك البلديه. كيخلصوا له. حنا كنعرفوا في الميريكان في الولايات المتحده كاين محاميين مختصين غير بهاد القضايا. السيد جا وضربوا له واحد الضربه صغيره في الصبع ديالو، كيقول لهم شوف انا دخلت لهاد السوبر مارشي وعطوني واحد الضربه صغيره هنايا، عطوني اسيدي 20000 الاورو 50000 الاورو. لا لا انا نسيت ودخلت للضرب بدا كيحرق لي الصبع ديالي. وهذا كاين محامين مختصين في هادشي في الولايات المتحده. فين المشكل؟ كنقول لكم زكريا مومني ما كانش مناضل، وفي ديك الوقت كان مع طالين ساركيسيون اللي كانت الزوجه نتاعو. وحنا كنعرفوا طالين ساركيسيون ما بقات الزوجه نتاعو دابا. واش نتوما كتظنوا لا ديك الفلوس اللي شد زكريا مومني، الفلوس اللي شد زكريا مومني شدهم دابا؟ زكريا مومني شد في ديك الوقت اللي كان هو ما النيه ديالو حاجه. انا صحاب غادي تفهموا معاه. وهذا واحد التسبيق، هاد 10000 اورو واحد التسبيق ديال ديك 2 مليون او 3 مليون او 5 مليون. 2 مليون 3 مليون. السيد عنده الحق يطلب اللي يبغى الاخوان، اللي يبغى اللي يبغى. السيد من حقه يطلب اللي يبغى. والسيد عذبوه اربع ايام، هما كيعذبوه اربع ايام، هما كيتكرصوا عليه. السيد دخلوه للحبس. انا قلت لكم تعدوا على السيد 18 شهر ديال الحبس. انا بيان اونتوندي انا غادي يطلب لي زكريا مومني 2 مليون 3 مليون ولا 4 مليون 5 مليون، انا نناقش معاه. وهادشي اللي كانت خصها تكون الخدمه ديال السي محمد العنصر وزير الداخليه، هادشي اللي كانت خصها تكون الخدمه ديال حميد الشنوري المدير العام ديال الاستعلامات العامه. السي زكريا انت كطلب بزاف، بون حنا كنعطيوك 2 مليون انت بغيتي 3، هذاك النقاش. ولكن في ديك الوقت زكريا مومني ما كانش مناضل،
سيدي من حقه، من حقه يطلب حتى 100 مليون ديال الدولار ولا 100 مليون ديال الاورو. شنو فيها زكا يومني ولا مناضل ملي شاف هاد الناس هادو النيه ديالهم خايبه ونون سولومون تكرفصوا عليه وعذبوه 4 ايام سينو باغين يزيدوا يتكرفصوا عليه سينو هادو باغين يقولبوه. شنو هي النيه ديال السي حميد الشنوي باش كيمشي في ليبيا واحد السيد جا باش يتناقش معاك باش يقول لك شوف انا بغيتو نطويو هذا الملف وخصنا نتكلموا على الفلوس، بغيتو نطويو هذا الملف خصنا نتكلموا على العداله. ما كانش كيقول العداله، انا عندي وثيقه ديال السفاره ديال المغرب رساله كتب زكريا من السفاره ديال المغرب كيقول لهم انا باغي العداله. ها هي والله الا كنتفاجئ ملي كنشوف المغاربه كيجيو ديال واحد المواقع عندهم علاقه فهمتي مع المخابرات المغربيه وكيعطيهم واحد الديسكور كيعطيهم واحد ليماج ديال واحد وكيتيقوا. هادشي اللي قلت لكم انا في الاول، قلت لكم ولا نتوما كتيقوا بديك الدار وبالعمق وبهيسبريس وب 360 وبرلمان. اطفي اخويا اطفي اطفي الله يعاونك يا خويا الله ما قول ديك الصحف المغربيه ولا كتثق بها سي تكرفص عليه. انا شخصيا انا ما نطلب حتى شي تعويض، هذا ما نطلبش اخويا. انا ما بشوف انا التعويض ديالي هو سيدي مبقى صحافي نخدم في بلادي، ما يجيش شي واحد يفهم عليا، ما يجيش هذاك ديال ديستي ولا ديال لاتجيد. خصكم تعرفوا واحد القضيه مهمه ما عاودتلكمش، هذه كل جريده كل موقع في المغرب عندهم مثل اللي كنقولوا حنا ان ريفيرون ديال لا دي اس تي، كيكون واحد السيد ديال دي اس تي كيتكلف بجريده اولا جوج او ثلاثه او لا اربعه، كيكون الكونتاكت ديالو هذيك نيشان اما مع المسؤولين اما مع شي صحفيين في ديك الموقع ولا في ديك الجريده، سورتو 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 مع المسؤولين. كلشي كيكون ان ريفيرون ديالهم كيتكلف بهم، هو كيقول لهم اش هاد الشيء هذا اللي كتبتو، هذيك من جبتو هذا الخبر اش نعملتو. كلشي في المغرب، انا ملي كنت في المغرب وفي لو جورنال ملي كنت خدام في لو جورنال الصحيفه دومان ما كان عندنا لا ريفيرون لا سيدي زكريا، منو يجي يعيط لي شي واحد ولا يسولني شي واحد ولا يقول لي شي واحد شي حاجه. ولكن لي ريفيرون اكزيست كاينين، واحد الموقع كيقول لك هو كيعمل تحقيقات صحفيه، انا عندي السميه ديال الريفيرون ديالو، عندي السميه ديالو. قال لك واحد الموقع كيعمل تحقيقات صحفيه عندي السميه ديالو، السميه ديالو. وشنو واحد نهار المدير ديال هذا الموقع شنو قال لواحد الصحفي، شنو عمل وشنو تلقى وشنو عملوا وشنو زمبروا. امشي كتب 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 باش نجاوبك انا، باش نقول لك شنو السميه ديال هذا السيد هذا، واش السميه صحيحه ولا ماشي صحيحه. حاجه اخرى واحد الحاج، حاج ما كيسميو بعضيتهم حاج، حق انا عندي السميه ديالو. انا كنطلب من هاد الناس هما عارفين هذيك الايميل ديالي سردوا لي الفيديو كامل ماشي مقطع، ما تجيبوش مقطع، وحنا كنعرفوا كيفاش كتعملوا باش كتقطعوا. واحد المثال هو المثال ديال محمد حاجب، محمد حاجب كيجيو كيقطعوا الفيديوهات ديالو كيقول هو شي حاجه كيقطعوا، وهذه انا خدمت فيها انا هذا الدوسي ديال محمد حاجب، شوفوا المقال ديالي دوزتو في ميدل ايست، اي انا خدمت في هذا الدوسي ديال محمد حاجب كيفاش كيجيو هاد الناس وكيقطعوا واحد الفيديو باش يبينوا لا محمد حاجب هو ارهابي، خدمت في هذا الدوسي هذا. وانا شفت الشكايات ديال لا ديستي ديال اللي كيسموها دابا ديريكسيون جينيرال لا سيغتي دو تيريتوار، زادوا لها ديك جينيرال ديك العامه باش ينسيو المغاربه كو لا دي جي اس تي هي ديستي هو البوليس السياسي. هي مشات حطت واحد الشكايه ضد محمد حاجب في 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 في, في النيابه ديال المدينه اللي ساكن هو فيها في المانيا دويسبورغ. نورمالمون هي خصها ديستي، خصها دوز من الوزاره الخارجيه ولا بغات تعمل شي شكايه، ولا الدوله المغربيه تعمل شكايه ضد محمد حاجب. لا لا لا، ديستي مشات نيشان، هي نقصت كل شيء ومشات شكات بحاجب نيشان في النيابه ديال دويسبورغ.
والالمان ماشي بحال النيابه ديالنا اللي كتقول له اللي كتجي اللي كتحطوا له صافي كيثق بك. الالمان كيقولوا مرحبا هذا الملف جيب لي هذا الملف شنو كتقولوا نتوما هذا الفيديو حنا هذا الملف حنا كيشوفوا كيحلوا هذا الملف كيشوفوه وانا اللي اكتشفته هنا زعما شي النيابه كتقول لهم هذا الفيديو هذا مزور هذا الفيديو هذا ما مزيانش. هذا الفيديو الاول انا تكلمت على زكريا مؤمني، الفيديو ديال غدا غنتكلم على حميد الشنوري. حميد الشنوري المدير العام ديال الاستعلامات العامة، لان عندي معاه واحد القصه خاصه. وفي الفيديو الاخير غنتكلم على دنيا الفيلالي باش كان شي طويل، وغنجيبكم واحد الوقائع تاريخيه ماشي غير على دنيا الفيلالي. دابا شي اتهامات كيعملوا دنيا الفيلالي وكيتهموني حتى انا مسكين تتنا تهموني. دنيا الفيلالي معادلة سامية وجا المغرب تكتب عليها حتى هو عاود معادلة سامية. انا غنوري لكم شكون هو معادلة سامية الصح، انا غنبين لكم المغرب ومعادلة سامية. غدا ان شاء الله غنتكلم على السي حميد الشنوري، وبعد غدا غنتكلم على دنيا الفيلالي. شكرا، إلى اللقاء.